وانت عارف انا بشوف علاقات النت سعفة من علاقات مزيفة اللي مدخلين الميديا كلهم تلاقي واحد انا انفصلت انا والله العظيم مش عايز اقول باسماء ساعات بيعملوها ترند بينفصلوا ترند عشان يقول لك ايه الحق ده سابوا بعض ويرجعوا نص تاني نص المشاهير اللي على النت رحت افرحهم اللي بلوجر او كده لا مش قصدي اصل انت مش انا مش فكرش انت بتستعرضي جوازك على فكره بتعملي حاجات عاديه جدا لا يعني خارجين خروجه بتاع بس بقول لك لا ده احنا متخانقين تهزري معاه فيديو قاعد في العربيه كده لا انا بكلم الناس بقى اللي هم ايه تلاقي سالي واحد عامل لواحده مثلا مفاجاه او في شارع صالون كل حاجه موبايل لا دول اللي طلعوا على قفا السوشيال ميديا انا اقول لك زي ما كان ليها اكتر لحظات في حياتي اكتر لحظات يا سالي في حياتك انا اكتر لحظات يا سالي في حياتي كويسه او قاعد مع حد مهم عمري ما امسك الموبايل صح انا اكتر لحظات كويسه بحتفظ بيها لنفسي دول ليه عشان كدابين هم عايزين يصوروا عشان الناس عشان ياخدوا احنا بناخد اللقطه لا ما في مقوله كمان بتقول لك ايه اللي بيصور كتير يا عمر مثلا وهو مسافر وهو الراجل ده مش مستمتع والله العظيم تاني صح انت طالما صورت والله العظيم تاني صح انت ما استمتعتش باللحظه انت بتصور وخلاص وتلاقيهم قاعدين في حته ده ماسك موبايل ينزل يعمل ايوه انا ام ايتنج مش باكل مش عارف فين انا يا جماعه بالزبط. بحب الكبده انا نفسي اعرف يعني ايه الفايده انك تصور اكل انا برضو ما فهمتش يعني ايه الفايده انك تصور اكل ما فهمت يعمل تشيك ان مش عارف عشان هو يبقى قاعد فين لا دي ناس كدابه وتلاقي بعد سنه سنتين مهما طال الغش ده يقول لك انفصلت عنده وتلاقيهم لسه من يومين ثلاثه كانوا مع بعض في الساحل ده كانوا حبايب واصحابه وكان بيساندها وكان انفصلنا ليه يعني فاهم اول وبيساندها وكان وتقول ليه عشان هو مبني على كذب مبني على غش هي مبني على مصلحه هي عايزه طب امال انت ليه ساعتها نزلت علاقتك والله ما نزلت امال هم عرفوا منين الناس والله ما نزلت الناس عرفت منين وبقينا مش عارفين نلم منين ولا منين اقول لك انا اقول لك انا نزلت صوره لا لا نزلت فيديو اقول لك انا ما قلت لك انا بس مش عايز اقول لك الكلام ده تاني عشان انت شفت كلامك صح لا الناس مش عايزك تقول الناس